البرج بعض العيش ضيفا على وداد أولمبيك بوفاريك بقاعة موسى شراف في إطار الجولة الثانية عشر من القسم الممتاز لكرة السلة رجال. الربع الأول من اللقاء عرف بداية قوية لأولمبي البرج، لكن التقدم كان لأصحاب الأرض بنتيجة 23 نقطة مقابل 12 بفضل سلة رباح أيوب ومهارته الفنية التي أعادت الوداد إلى نسق المباراة. أشبال المدرب عبيدات محمد واصلوا التقدم معمقين جراح الضيف بفارق 17 نقطة لتنتهي المرحلة الأولى من المقابلة بتقدم الفريق البرتغالي بنتيجة 35 مقابل 18 نقطة. الربع الثالث من المباراة شهد بدوره ضغطا كبيرا من طرف أولمبي برج بعرليج الذي نجح في تقليص النتيجة ليصبح الفارق 7 نقاط، وينتهي هذا الربع بتفوق الوداد ب 43 نقطة مقابل 36. الربع الأخير من اللقاء شهد تضييع العديد من الهجمات الثلاثية من قبل أولمبيك برج بعرليج وارتكاب الكثير من الأخطاء التي عرف كيف يستغلها الأفقاء مصاد، منهين المباراة بفوز مستحق بنتيجة 64 مقابل 46 نقطة، محققين بذلك انتصارهم 11 على التوالي ليعزز أبناء مدينة البرتقال وصفة ترتيب الدوري، صانعين أفراح هذا الجمهور الرائع.